عمتكم هتوصل بكرة. للأسف الـ12 سنة اللي فاتوا حصلت خلافات ما بيني وما بينها، سببت نوع من القطيعة، ما ادتلكوش فرصة انكم تعرفوها كويس، علشان كده انا عايز اكلمكم عنها شوية. متوفية ست صعيدية، طبعا مش من الصعايدة اللي بتشوفوهم في الافلام والمسلسلات السطحية اللي بتصورهم بشكل كاريكاتيري مشوه وغير حقيقي. يكفي ان انا اقول لكم انها خريجة مدرسة اجنبية، تكلم انجليزي وفرنساوي. انا لما بقول لكم انها صعيدية انا بقصد السلوك والطباع والاخلاق. ست دغري ملهاش في اللف والدوران، ما تعرفش تكذب ولا تنافق، وما بتحبش اللي بيكذب وبينافق. انا في الحقيقة بقول لكم الكلام ده لاكتر من سبب، بس السبب المهم انها هتبقى ست البيت ده طول فترة غيابي عنه. الكلمة هتكون كلمتها، مش بس في أمور البيت والمعيشة والحياة اليومية، لا، في كل حاجة تخصكم. ما تبصوش لبعض قوي كده، وانت يا باشمهندس ما تكشرش قوي. إيمان ما ترفعيش حاجب وتنزلي حاجب، خلاص. أنا اديت لطنط وفية كارت بلانش تتصرف معاكم بالطريقة اللي تشوف إنها صح. باختصار هي بدالي، يمكن أكتر شوية لأنها هتبقى متفرغة ليكم. أنا كنت ملهي بشغلي وبأعمالي، لكن هي بقى ما وراهاش حاجة إلا أنتم، وأنا هبقى على اتصال مستمر بيها، هتديني تقرير يومي عن تصرفاتكم وطريقة تعاملكم معها. أنا عارف أختي كويس أوي، وأعرف إنها مش من النوع اللي يسلم بسهولة. معنى كده إنها لو اشتكت من أي حد فيكم فده معناه إنه وصلها لمرحلة اليأس، وفي الحالة دي عقابي ليها هيبقى عقاب صارم مهما كنت بعيد، حتى لو كنت في القطب الشمالي. أنا عارفكم كويس أوي، حطيت صوابع العشرة في الشق منكم، لكن أنا عندي أمل إن أختي تنجح في اللي أنا شخصيا ما نجحتش فيه. المسألة مش أكتر من إن جيل مش قادر يفهم الجيل اللي بعده، والمشكلة إن في النقطة دي بالذات حضرتك مش هتفرق كتير عن طنط وفية. ده بالعكس، المشكلة بالنسبة لها هتبقى أقعد، لأن حضرتك على الأقل عايش معانا وشايف الدنيا اللي إحنا عايشينها، لكن طنط وفية زي ما حضرتك بتقول ما خرجتش بره المنيا. طنط شهيرة بقى مش كده، لأنها عايشة هنا في مصر وعارفانا وفاهمة مشاكلنا. هايدي، مش قلنا بقى ننسى حكاية طنط شهيرة دي دلوقتي؟ سيبها يا أدهم تتكلم، سيبها. أنا عارف ليه أنتوا بتفضلوا إن طنط شهيرة هي اللي كانت تقعد معاكم، علشان خالتكم، وعلشان ذكرى مامتكم عزيزة عليكم زي ما عزيزة عليا أنا كمان، وعلشان الذكرى دي بالذات أنا اخترت إن طنط وفية هي اللي تقعد معاكم. الحقيقة اللي أنتوا ما تعرفوهاش إن طنط وفية كانت أقرب إنسانة لمامتكم الله يرحمها، وعندي الدليل. أكتر من 40 صورة تجمع وفية مع شريفة في مناسبات كتيرة أوي لوحدهم هما الاتنين، أكتر من 100 جواب اتبادلوها طول الـ10 سنين اللي مامتكم عاشتهم معايا قبل ربنا ما يخترعها، يعني بمعدل جواب كل شهر. مسألة مش علاقة دم، الصداقة الحقيقية والحب المجرد أهم من أي علاقة دم. أنا هسيب لكم الجوابات والصور علشان تطلعوا عليها وتشوفوها وتعرفوا مين أخت مامتكم الحقيقية.